مرحبا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وعنوان حلقتنا النهاردة حديث الجارية لا يحتج به في العقيدة. وفي الحلقة دي هنكمل رد الشيخ البراك عفى الله عنه على رأي ابن حجر، أو بمعنى آخر الأشاعرة ممثلين في ابن حجر، ونرجع لكلام ابن حجر وهو بيشرح الحديث في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. الحافظ ابن حجر قال: وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى. ورد عليه الشيخ البراك وقال: ولا يلزم من هذا قرب هذا القرب حلول الرب سبحانه في شيء من المخلوقات. ولو تفتكروا السؤال اللي قلناه في نهاية الحلقة اللي فاتت، إذا كان القرب الخاص لا يعني الحلول، فهل القرب العام يعني إن الله حال في خلقه؟ وطبعا أول حاجة أي حد بيفكر فيها لما نقول القرب العام وهو نزول الله إلى السماء الدنيا. وعشان كده الشيخ البراك عفى الله عنه يعني من غير ما حد يسأله بدأ بنزول الله إلى السماء الدنيا وكل ليلة كمثال على القرب العام، وفي رده على ابن حجر لنفس شرح الحديث اللي قلناه قبل شوية. بيقول الشيخ البراك: كما لا يلزم نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة علو سائر السماوات عليه، بل هو العلي الأعلى وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فعلوه سبحانه فوق المخلوقات من لوازم ذاته. طيب، وإذا كان علو الله من لوازم ذاته، فأكيد نزول الله إلى السماء الدنيا هيكون بذاته حقيقة. والشيخ ابن عثيمين هيأكد لنا الكلام ده وهيشرح برضو، وهنشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. ثم قال: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير. نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل الفعل مضاف إلى من؟ إلى الله، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته كما قلت لكم قبل قليل، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. ينزل إلى السماء الدنيا، الدنيا يعني قربة من الناس وهي أسفل السماوات. طيب، الدنيا بمعنى إيش؟ القربة إلى الناس وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان أن يتصور كيفيته لأنكره، ولهذا الذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروا وقالوا: كيف نؤمن بأنه عالم ثم ينزل السماء الدنيا؟ هذا مستحيل. فنقول: لا تحاول أن تتصور الكيفية، لأنه نزول يليق به ولا ينافي كماله. والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، هل قالوا: كيف ينزل يا رسول الله؟ ما قالوا هذا. هل هم أغبياء؟ لا يعرفون، يعرفون، لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل. عندهم أدب، يؤمنون بأنه عز وجل ينزل، وبذلك يكون أقرب إلى العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. واللي قاله الشيخ ابن عثيمين هو عين التجسيم والحلول عند الأشاعرة، والكلام ده بيأكده ابن حجر في نقله عن الكرماني في شرح الحديث في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل. وبيقول لنا كده: وقال الكرماني: النزول محال على الله، النزول محال على الله، لأنه طبعا بكل بساطة تجسيم لله عند الأشاعرة والحلول. وبرضه اللي ينكر العلو لا يمكن انه يثبت النزول، والأشاعرة بينكروا العلو، واستحالة ان هما يثبتوا النزول، لان الاتنين معناهم التجسيم والحلول عند اهل السنة السادة الأشاعرة. وده اللي بيأكده الشيخ البراك عفى الله يعني عنه، ويقول كده: وقال الكرماني: النزول محال على الله، هذا قول منكر، ومن لا يثبت العلو يمتنع عليه ان يثبت النزول الى اخره. وابن حجر بيشرح سبب استحالة علو الله أو نزوله إلى السماء الدنيا بأنه ضد الإيمان وتجسيم الله. والكلام ده رغم أن احنا نقلناه قبل كده وشرحناه أكتر من مرة، لكن المرة دي هنركز على نقطة جديدة وهنوضح فكرة مهمة جدا، وهنخلينا نروح لصحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
يقول لنا كده الحافظ ابن حجر: ولو قال من ينسب إلى التشتيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك، إلا إن كان عميا لا يفقه معنى التشتيم فيكتفى منه بذلك. وهنا ابن حجر بيبدأ بالعلو اللي هو التشتيم في عقيدة أهل السنة السادة الأشاعرة، ويقول إن اللي يثبت العلو فده شخص إما وقع في شبهة أو إنسان جاهل عامي، يعني من عوام الناس اللي غالب عليهم الجهل. وابن حجر بيدينا مثال بقصة الجارية، بيقول لنا كده: كما في قصة الجارية التي سألها النبي: أنت مؤمنة؟ فقالت: نعم. قال: فأين الله؟ قالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. وقصد ابن حجر ان اثبات العلو رغم انه يؤدي الى التشتيم، الا ان العامي الجاهل معذور في هذه الحاله قياسا بحاله الجاريه اللي سالها الرسول اين الله فراحت قالت في السماء، فالجاريه جاهله والرسول قبل جوابها مش لان الله في السماء لكن عشان ده هو مدى علمها. ونشوف تعليق لاحد الساده الاشاعره على حديث الجاريه، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. بعض الناس يتشبثون بهذا الحديث وهو حديث الجارية التي سألها النبي أين الله. بعض الناس يركز على هذا ويقول إذا أراد أن يسأل شخصا آخر ويتأكد والعياذ بالله من إيمانه يقول له أين الله. نريد منكم جوابا شافيا لنستفيد نحن والمستمعين، بارك الله فيكم. آمين فيك. هو هذا الحديث حديث الجارية لا يحتج به في العقيدة، هكذا ذكر العلماء، لأنه ليس ورد من طرق مجمع عليها، بل هذا ورد بعدة روايات، وهذه الروايات يصعب الجمع بينهما، وورود الحديث بعدة روايات يصعب الجمع بينهما مما يضعف الحديث كما قال الإمام البيهقي. هو الرسول بيّن كيف يدخل الشخص بالإسلام، الرسول ما كان يقول للشخص إذا أراد أن يدخله في الإسلام أين الله فذاك يقول في السماء، إنما الذي ثبت في الحديث المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم عن 50 صحابيا هذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالنبي كان يحكم بإسلام الشخص إذا نطق بالشهادتين، وهذه المسألة مجمع عليها كما نقل الإجماع ابن المنذر والنووي. فلا يعارض الحديث المتواتر كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بحديث رواه فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العلماء قالوا إذا صادم الحديث الذي هو ليس صحيحا حديث متواتر ولم يقبل تأويلا يرد الحديث. وبعض العلماء ممن صحح الحديث كون الحديث موجود في صحيح مسلم، الذين شرحوا صحيح مسلم كالحافظ النووي قالوا المراد بهذا الحديث ليس سؤال عن المكان، لأن الله منزه عن المكان وهو خالق المكان، بل سؤال عن المكانة. وزي ما شفنا واحد بيسأل إن هناك مسألة في الاعتقاد بعض الناس يتشبثون بيها، اللي في حديث الجارية اللي سألها النبي أين الله، الشيخ رد عليه وراح قال له حديث الجارية لا يحتج به في العقيدة، ومش هي دي الطريقة الإنسان بيدخل بيها الإسلام، والرسول ما كانش بيدخل الناس الإسلام بأنه يسألهم السؤال ده أين الله. والمقصود بسؤال أو بالسؤال ده عن المكانة مش المكان. والحقيقة إن السؤال أين الله بيعتبر معركة مستمرة منذ مئات السنين بين أهل السنة السادة الأشاعرة وبين الوهابية. طبعا اللقب ده حديث نسبيا ظهر من 200 سنة تقريبا، وطبعا الوهابية ورثوا مذهب غلاة الحنابلة المجسمة الحلوليون، وورثوا المعركة دي، المعركة دي معركة أين الله. ومش كده وبس، لا دول طوروها وكبروها، وطبعا اللي ساعدهم كتير في المعركة دي هو طبعا امتلاكهم المال زي ما هيقول لنا شيخ الأزهر في الفيديو اللي جاي. المذاهب دي الآن مدعومة بأموال، أنا لا أقول مدعومة بسلطان، إنما مدعومة بأموال، والمال قوة في هذا الزمن، لأنه يصنع من المذاهب الضعيفة أو من المذاهب الشاذة مذاهب قوية بنشرها. وزي ما شفنا شيخ الأزهر بيقول المال سلطان وقوة في هذا العصر، بالمال ممكن نسوق لأي مذهب شاذ ضعيف، أو ممكن نقول نسوق لأي مذهب قائم على الغلو والتجسيم والحلول والاتحاد زي مذهب غلاة الحنابلة الوهابية المجسمة الحلولية، وبالمال ننشر هذا المذهب القائم على الإلحاد. والحقيقة طبعا إن أهل السنة السادة الأشاعرة بيعانوا كتير من إن المذهب اشترى بأموال الإعلام وأسس قنوات فضائية أقل ما يقال عنها أنها قنوات ضرار، والمشكلة دي ذكرها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي.
المشكلة في المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى الموجودة الآن واللي هي بتشوفها في القنوات الفضائية وتشوفها أن ده حرام وده فسق وده كذا وكذا، هي المذاهب التي تنفي الآخر. المذهب الذي ينفي الآخر هو مذهب صراع، مدام صراع خلاص أصبح بأسنا بيننا. وفعلا مذهب ولاة الحنابلة الوهابية المجسمة الحلوليون مذهبهم مذهب صراع، مذهب قائم على التفسيق كل من يخالفه والتشنيع على كل من يختلف معهم. أصبح بأس المسلمين بينهم بأسهم بينهم يعني بسبب الصراع المذهبي اللي بينشره ويغذيه المذهب الحلولي المجسم الوهابي. وده معنى كلام شيخ الأزهر واللي هنشوفه معاكم في الحلقات القادمة، مدى صحة ما قاله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومن خلال نقلنا لوقائع وأحداث معركة أين الله. دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا النهاردة في الحلقة أن نزول الله للسماء الدنيا بالنسبة لغلاة الحنابلة المجسمة يعني نزول الله بذاته حقيقة، وأنهم بيقولوا أن هذا النزول العام أو القرب العام لا يعني الحلول الله في خلقه، والكلام ده أكدناه من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين. وفي نفس الوقت نقلنا كلام ابن حجر باستحالة علو الله أو نزوله، لأن الكلام ده هو عين التجسيم والحلول عند الأشاعرة. وابن حجر لما استشهد في شرحه بحديث الجارية أين الله شرح لنا أنها عامية وجهلة، عشان كده الرسول قبل جوابها وما قالهاش أن الله مش في السماء لأن أصلا هي جهلة. وبدأنا برضو في الجزء الثاني من الحلقة دي نمهد للحلقات الجاية من خلال حديث الجارية أين الله، وقلنا أن في معركة طويلة ما زالت قائمة واسم المعركة دي معركة أين الله، وهننقل لحضراتكم وقائعها في الحلقات الجاية. وهنسمع معاكم كلام أبطال هذه المعركة من الطرفين سواء أهل السنة السادة الأشاعرة أو غلاة الحنابلة الوهابية المجسمة الحلوليون. فكونوا معنا وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.